صحة عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من الاتجاه شمالا. زياره هامه لاورسولا فون دير لاين رئيسه المفوضيه الاوروبيه للقاهره اليوم. عنوان الزياره شراكه استراتيجيه بين مصر والاتحاد الاوروبي في مجالات متعدده، في المجالات السياسيه وايضا المجالات الامنيه. الجانب الاقتصادي هو الاخر، يعني اخذ جانبا هاما وكان له الأولوية القصوى في مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيسة المفوضية الأوروبية، لا سيما أو على رأس الملفات الاقتصادية كان التعاون في مجالات الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي. نتابع أولا تقريرا حول نشاط السيد الرئيس اليوم، ثم نعود لنفتح حوارنا على الهواء مباشرة في هذه الحلقة. ابقوا معنا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة أرسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، ولواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب السيدة كادري سامسون المفوضة الأوروبية للطاقة، والسفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة السيدة فون دير لاين، مؤكدا سيادته عمق ومتانة العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي والروابط القوية التي تجمع الجانبين، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، وكذلك التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات الدولية المتتالية خلال الفترة الأخيرة على الاقتصاد الدولي بشكل عام، لا سيما في مجالي الطاقة والأمن الغذائي، حيث عقد مؤتمر صحفي أشادت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، خاصة في ضوء كونها محوراً للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر حالياً بمرحلة حرجة من الاضطراب الشديد، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً هاماً للاتحاد الأوروبي. كما أكد السيد الرئيس على مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، خاصة مع قرب اعتماد وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية 2021-2027، والتي تحدد مسارات التعاون بين الجانبين خلال السنوات القادمة، حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز التعاون مع مصر في قطاع الطاقة بشكل عام، خاصة الغاز الطبيعي المسال، وذلك في إطار الموارد الغنية والبنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها مصر في هذا الإطار، ومحطتي تسهيل الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط اللتين يتيحا تصدير الغاز، فضلاً عن التعاون في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة لاستغلال ما تمتلكه مصر من موارد، لا سيما الطاقة الشمسية والرياح. أيضاً تم التطرق إلى الجهود التنسيقية بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة، خاصة على صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية بالجهود المصرية الحثيثة والمتواصلة في إطار مبادرة مصر لإعادة أعمار قطاع غزة. وكذا قضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت من الحفاظ على حقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني متوازن وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مؤكدا سيادته الأهمية القصوى لمسألة المياه بالنسبة لمصر باعتبارها تمس صميم الأمن القومي المصري. وقد أكدت السيدة فون دير لاين على أهمية استضافة مصر لقمة المناخ العالمية المقبلة COP27، كما أكد السيد الرئيس على الأهمية التي تليها مصر لأن تكون القمة فرصة للبناء على ما تحقق
في قمة غلاسكو العام الماضي، وأن تسفر عن نتائج قابلة للتنفيذ اتصالاً بقضايا التكيف والتمويل لدعم الدول النامية، مع التطلع لدعم الجانب الأوروبي في مجال تغير المناخ والبيئة من خلال الاتفاق على حزمة من المشروعات خلال قمة المناخ لدعم مصر في عملية التحول الأخضر. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى غازي شرق المتوسط، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وقد رحب السيد الرئيس بالمشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى غازي شرق المتوسط، معربا سيادته عن التقدير لجهودهم في دفع أنشطة المنتدى خلال الثلاث سنوات الماضية، الأمر الذي رسخ من أهمية ودور المنتدى للتعاون في مجال الطاقة إقليميا ودوليا، أخذا في الاعتبار تأثر قطاع الطاقة حاليا من جراء الظروف العالمية، وهو ما يؤكد الرؤية الاستراتيجية الثاقبة في تأسيس المنتدى منذ البداية، بالقدر الذي أصبح يمثل نموذجا تسعى الكثير من الدول لنيل عضويته. كما أكد السيد الرئيس على قدرة المنتدى على القيام بدور محوري خلال المرحلة القادمة لحل أزمة الطاقة العالمية، بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة للمنطقة والتي سوف تعود بالنفع على شعوبها، وهو ما يتطلب تكثيف التعاون الثنائي والإقليمي بين الدول الأعضاء لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها الكامنة من خلال تعزيز الاستكشافات وعمليات التنقيب وزيادة الطاقة الإنتاجية. أضاف المتحدث الرسمي أن السادة رؤساء الوفود المشاركين في اجتماع المنتدى أكدوا من جانبهم الأهمية الاستراتيجية للمبادرة المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، مشيدين بجهود مصر الفعالة بقيادة السيد الرئيس لإقامة حوار إقليمي منظم حول الغاز الطبيعي يدعم مساعي دول شرق المتوسط لصياغة سياسات يتم التركيز من خلالها على التعاون في مجال الطاقة كوسيلة للتقارب بين الشعوب، ويهدف وضع رؤية مشتركة لمستقبل احتياطيات شرق المتوسط، مما يمهد الطريق لفتح آفاق جديدة من المصالح الاقتصادية المشتركة بين دول المنطقة. وقد دار حوار مفتوح خلال اللقاء، حيث أكد السيد الرئيس متابعته الحثيثة لنتائج الاجتماع وما سيتم الاتفاق عليه، مشددا سيادته على دعم مصر الكامل للمنتدى وأهدافه بما يخدم كل دول المنطقة ومصالحها التنموية، ويساعد على توفير مصدر طاقة مستدام لصالح الشعوب والأجيال المقبلة، وهو الأمر الذي يرسخ ثقافة التعاون والبناء والسلام في المنطقة. ضيفتنا اليوم هي الأستاذة آية عبد العزيز، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. تحياتي لحضرتك وأهلا بك معنا في هذه الحلقة. زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أوزولا فون دير لاين اليوم، ما هي الأبعاد الخاصة بهذه الزيارة، وكيف أيضا تتحدد مسارات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ضوء هذه الزيارة؟ في البداية حابة أرحب بحضرتك. فيما يتعلق بالزيارة، زيارة رئيس المفوضية اليوم هي جاية في إطار زيارة بتقوم بها رئيس المفوضية للمنطقة، بتشمل 4 دول. من الدول دول مصر طبعا كانت من الدول ديت. بدأت النهاردة أن هم أعلنوا عن توقيع اتفاقية أو مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في مجال الطاقة وخاصة بالغاز الطبيعي. ده بيجي طبعا في سياق العلاقة الاستراتيجية ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وخاصة كمان في مجال الطاقة. يعني هم كانوا موقعين شراكة استراتيجية كان في 2018 ما بين الاتحاد وما بين مصر، وفي نفس الوقت أصلا في تعاون تاني ما بين الدول الأوروبية زي قبرص واليونان مع مصر فيما يتعلق في شرق المتوسط، وفي كمان هم دول شريكة في منتدى شرق المتوسط، وفي نفس الوقت كمان في ترسيم حدود ما بينهم، وفي كمان علاقات تانية أخرى خاصة بالتعاون في مجال الطاقة وخاصة الكهرباء.
كان في اتفاقيتين في اكتوبر 2021 مع مصر وقبرص ومصر واليونان فيما يتعلق بربط الدول دي بالطاقه، وان هي هيتم نقلها بعد كده لاوروبا. ده كله جاي في سياق، لو من ناحيه الجانب الاوروبي جاي في سياق ان هو بدا ينتهج استراتيجيه جديده متعلقه بالطاقه بتقوم على عدد من الركائز الاساسيه، وان هي توفر اول حاجه توفر مصادر للطاقه، ثاني حاجه ان هي تبقى المصادر دي متنوعه، والمصادر كمان يتم زياده الانتاج الطاقه المتجدده والنظيفه، وفي نفس الوقت ان هم يحاولوا يعززوا من التحول الاخضر التزاما بالصفقه الخضراء، وكمان يبقى في عندهم سياسه للتكيف على التغيرات المناخيه في سياق الجهود بتاعتهم لتعزيز قدراتهم فيما يتعلق بالطاقه. وده طبعا جاي في سياق الحرب الروسيه الاوكرانيه وما نتج عنها من عدد متغيرات انعكست على مجال الطاقه بشكل عام، وادت الى ارتفاع الاسعار، وايضا ان هو كان في سياق العقوبات اللي تم استخدامها من الجانب الروسي وايضا من الجانب الاوروبي. اما فيما يتعلق بالدوله المصريه فهو جاي ايضا في سياق ان هي بتبدا تعمل شراكات، ان هو ده ترجمه عمليه للطموح اللي بدات تشتغل عليه من 2016، وان هي بعد ان هم يبداوا يفكروا في سياق ان يتعمل يعني ايه توظيف للاكتشافات الغاز اللي كانت موجوده في شرق المتوسط، نبدا نعمل شراكه وتعاون وتنسيق مع الدول المتشاطئه هناك، نبدا نعمل منتدى او فكره ان احنا نبدا نعزز التعاون ما بيننا. المنتدى ده تحول النهارده لهيئه حكوميه رسميه بتستهدف ان هي تعمل سوق لانشاء الطاقه اقليمي، وكمان بيجي كمان في سياق ان مصر بترغب ان هي تكون مركز اقليمي لنقل الطاقه وكمان تداولها، وكمان بس مش قاصر على الغاز الطبيعي او اللي هي الطاقة ديت يعني الطاقة المتعلقة بالاكتشافات الغاز، ولكن أيضا متعلق بأن هي الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة وكمان الطاقة الخاصة بالهيدروجين، وده كمان وكمان ده هيبدأ يظهر في الفترة الجاية مع استضافتها كوب 27، وأن النهاردة رئيس المفوضية قالت أن هيبدأ في خلال القمة دي هيكون في إطلاق لشراكة أو استراتيجية جديدة للتعاون ما بينهم فيما يتعلق بالهيدروجين. كمان يعني الدولة المصرية طرحت عدد من الاستراتيجيات في الفترة الأخيرة بما فيها استراتيجية المناخ 2050، وده بيدعم فكرة الحد من الانبعاثات وكمان التكيف على التغيرات المناخية، وفكرة وجود الاستثمار في البنية التحتية الخضراء، وجود اقتصاد مرن ومستدام، ده كله يعني يتوافق مع التغيرات اللي هنبدأ نشهدها في مجال الطاقة أو انعكاسات ممكن تأثر علينا من تغير المناخ. في نفس الوقت بدأ الاهتمام أيضا، يعني مش بدأ النهاردة، هو بقاله فترة طويلة أحرزنا فيه عدد من التقدم من الاهتمام بالطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، وفي استراتيجية للطاقة المتجددة 2035 واللي بتستهدف ان احنا نوصل لإجمالي الطاقة اللي هتكون موجودة من الكهرباء ما يصل من 42% تكون من الطاقة المتجددة. فالسياق ده هو جزء منه دعم طبعا بشكل كبير النهارده للمذكره التفاهم اللي تم، ومن المتوقع ان هيكون كمان في استدامه للتعاون في مجال الطاقه ما بين الدول الاوروبيه ومصر بشكل محدد، وخاصه في مجالات الطاقه النظيفه والهيدروجين، والاثنين بيتعاملوا كمان عندهم توافق للرؤى فيما يتعلق بازاي يتم استخدام الطاقه بشكل يتناسب مع التغيرات المناخيه وكمان يساعد على خفض الانبعاثات. طيب علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي من أول ما وقعنا مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية آلية سياسة الجوار، وده كان في 2004، مرينا بفترات كثيرة طبعا كانت نتيجة للمتغيرات، سواء المتغيرات في مصر أو كمان المتغيرات العالمية المختلفة، لكن في الآونة الأخيرة دشنت مصر او نجحت في انها يبقى عندها شراكات استراتيجيه ثنائيه مع العديد من الدول. ذكرت حضرتك الشراكه مع قبرص واليونان، ولكن برضو في شراكه مع دول اخرى زي فرنسا زي المانيا على الصعيد الثنائي، كلهم اعضاء في الاتحاد الاوروبي. والان ونحن على اعتاب وثيقه للمشاركه من 2021 ل 2027، كيف تتحدد الأولويات في علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي؟
فعلا زي ما حضرتك بتقولي ان العلاقه ما بين مصر والاتحاد مرت بعدد من المراحل، وخلينا نركز على المرحله الاخيره او ال8 سنوات الاخر دول اللي هم شهدوا حاله من الزخم في العلاقات على كافه المستويات. بدا ان هو في عوده الثقه مره ثانيه، هي في التعاون ما بيننا وما بينهم، ان هم بداوا ينظرون على اننا احنا شريك استراتيجي وذات الثقل في محيطه الاقليمي، قادر فعلا ان هو يكون جزء من معادله الامن الاقليمي، ما ينفعش ان احنا نتجاوزه في اي قضيه من القضايا اللي موجوده. كمان فكره توافق الرؤى ما بين مصر والاتحاد الاوروبي في اداره العديد من الازمات الاقليميه، في مقدمتها طبعا الازمه في ليبيا وسوريا وفي العراق وفي اليمن، بجانب كمان الدور المصري المتنامي في الازمه في القضيه الفلسطينيه، وان هي دايما من الدول الحاسمه في اي تصعيد بيحصل، وان هي فعلا بتلعب دور زي ما حضرتك ذكرت في البداية ان هي من الدول اللي فعلا استطاعت ان تعمل اعادة اعمار، ومن الدول الشريكة ان هي يعني مع اي قوة تانية تقدر ان هي تدخل وتعمل شراكات سياسية، وكمان في اعادة الاعمار ان هي تعمل اي خفض للتصعيد. فده طبعا بيعزز استقرار المنطقة وبيعزز عملية السلام، وحتى بيسمح ان بيبقى في حوار لعملية السلام ان هو يبدأوا فيه اي مفاوضات. طبعا ده كله بيهدف في الاخر لاستقرار المنطقة اللي مرتبط ايضا باستقرار الامن الاوروبي، وفي نفس الوقت مرتبط بان الدول الاوروبيه بقت عندها مجموعه من الاولويات او التحديات الجديده اللي بتظهر، بما فيها طبعا اللي انعكست من الازمه الاوكرانيه. فالنهارده هتبدا تركز على عدد من الاولويات، واحنا كمان هنركز على عدد من الاولويات. اظن الاولويات دي هتكون بتتوافق مع مصلحتنا ورؤيتنا المشتركه للتحديات والتهديدات اللي احنا بنواجهها، انطلاقا من ان احنا اصلا كمصر والاتحاد الاوروبي عندنا توافق في إدارة العديد من الملفات. في اعتقادي ان ده هيسهل بشكل كبير جدا ان احنا نعرف نحط عدد من الاولويات. الاولويات دي هتبقى هي اللي هتقود المرحلة الجاية اكيد طبعا. فيما يتعلق بالقضايا، لو هنتكلم عن استقرار المنطقة هتكون القضية الليبية والقضية الفلسطينية في صدارة الاولويات. لو بنتكلم مثلا على مجموعة من الملفات الاخرى الخاصة بالامن غير التقليدي، هتكون الملفات الخاصة بالهجرة غير الشرعية، ملفات خاصة بالتغير المناخ، التعاون في مجال الطاقة، والطاقة كمان يعني مش بس قاصرة على الغاز زي ما قلنا، هتكون الطاقة المتجددة والهيدروجين. أظن كمان هيكون في جزء خاص بمكافحة الإرهاب، لأن مصر شريك استراتيجي كبير جدا للاتحاد الأوروبي في عملية مكافحة الإرهاب، ومن المفترض أن مصر والاتحاد هيرأسوا منتدى مكافحة الإرهاب في مارس القادم. في التوافق اللي كان موجود ما بيننا وما بينهم ده انعكس كمان على الشراكات التجارية اللي ما بيننا وما بين الاتحاد الأوروبي، وأيضا ما بيننا وما بين الدول بشكل منفرد. يعني مصر، العلاقات ما بين مصر وفرنسا، مصر وألمانيا، مصر وإيطاليا، كل العلاقات بشكل ثنائي دي تميزت ان هي بقت على كافة الأصعدة، بما فيها التعاون عسكري اقتصادي تجاري، زيارات رفيعة المستوى باستمرار. في كمان ترحيب باستمرار بالجهود المصريه اللي موجوده هنا في الاقليم. كمان بداوا ان هم يدعموا فكره ان يبقى لا احنا بس الشراكه مش هتكون قاصره على ابعاد امنيه، لا في كمان ابعاد انسانيه زي ما شفنا في الهجره. كل ده ناتج عن فكره ان الدوله المصريه استعادت مكانتها بشكل فعلا، بقت فاعل جيوستراتيجي في المنطقه بل وفي العالم، ذو ثقل يستطيع اداره العديد من الملفات بكثير. طيب في الملف الأمني وفي الجانب المتعلق بالهجرة غير القانونية، مصر استطاعت ان هي تقضي على هذه الظاهرة. من 2016 لم يخرج مركب من مراكب الصيد اللي يعني بتحمل المهاجرين بطريقة غير قانونية وغير شرعية. كيف استفاد الاتحاد الأوروبي من إدارة مصر لهذه الأزمة؟ في البداية أزمة الهجرة يعني من الأزمات اللي بتواجه الاتحاد في الفترة اللي فاتت، وخاصة من 2015 لحد النهاردة. كتير من الدول جدا، يعني مصر اتعاملت مع الأزمة بشكل يعني ممكن نقول ان هي حطت استراتيجية شاملة بتتضمن أبعاد إنسانية، قانونية، اجتماعية، أمنية، عشان تقدر تحل الأزمة دي. بدأت ان هي يعني تبحث عن الجذور الأساسية اللي خلت الناس دي تهاجر. المهاجرين اللي موجودين هنا تم دمجهم داخل المجتمع، لم يتم التعامل معهم على انهم
مهاجرين او ان هم يكونوا موجودين في خيام او موجودين على الحدود، لا، بدات ان هي تتعامل من منظور انساني اكتر. بدات ان الحلول كمان مش قاصره على الابعاد الامنيه، لا بالعكس، ده هي كمان في ابعاد تانيه اجتماعيه بدات ان هي تتناولها، وكمان بجانب وجود تشريعات لمكافحه الهجره. في السياق ده مصر فعلا قدرت ان هي تكون شريك، قدر الاتحاد الاوروبي ان هو يعتبر ان هو لا له فعلا قوة اقليمية متميزة موجودة في المنطقة يمكن الاعتماد عليها في هذا الملف، على عكس في بعض القوى التانية اللي بدأت ان هي توظف الملف ده ضدهم، ولحد النهاردة في كل ازمة بيحصل توظيف للملف ده، ان هو ده طبعا بيبقى يمثل تهديد للحدود، حتى لو هم بشكل عبء على الاتحاد كله. بالظبط، حتى كمان لما حصلت الأزمة الأوكرانية والحرب الروسية وهم قالوا ان احنا على سبيل المثال هنستضيف اللاجئين الأوكران لمدة 3 سنين وان هم هيقدموا لهم كافة الخدمات اللي موجودة، بعد فترة هم ما كانوش متصورين حجم التدفق اللي هيحصل، اعتبروا ان ده كان من أسرع وأكبر تدفقات الهجرة اللي حصلت، وصل تقريبا احنا النهاردة بنتكلم في 100 110 يوم على بدء الحرب ما يقرب من 6.5 مليون موجود. بدأ ان ده كمان بيضغط على اقتصادات الدول اللي هي فعلا رحبت بيهم، بس لا، هي محتاجة النهاردة بتطالب الاتحاد زي بولندا اللي كانت من اولى الدول اللي استطاعت ان هي تستضيف عدد اكبر، طبعا لقربها الجغرافي، بدأت بتطالب ان انا محتاجة مساعدات عشان اقدر استوعب كم ده. في نفس الوقت في تخوف برضو من اللي حصل في 2015، ان فكرة ان يكون موجود عدد كبير من اللاجئين ان ده هيضغط على السياسات بتاعت الدول، ده ممكن يساعد ان يبقى في صعود تاني للقوى الشعبويه. شفنا اليمين في الفتره اللي فاتت رغم ان هو لحد النهارده ما قدرش يوصل للسلطه الى حد ما، الى لكنه قادر يستطيع ان هو يكون موجود. موجود ده طبعا شفناه في الانتخابات الفرنسيه، يعني ماري لوبان ما قدرتش ان هي تفوز بس كانت كسبت بنسبه 40%، فده طبعا يعني عدد كبير. فعشان كده أزمة الهجرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي بتبقى أزمة سلاح ذو حدين، يعني تعتبر رقم في معادلة الانتخابات. بالظبط، صحيح، بيتم توظيفها. طيب أنا هتحول إلى دكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، معي هاتفيا. دكتور فرج، تحياتي لك أولا. ومع تأثيرات سلبية على قارة أوروبا وعلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، أزمة طاقة، أزمة غذاء، بوادرها بدأت خلال هذه الفترة، في ضوء زيارة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، كيف يعزز الاتحاد الأوروبي من شراكاته الخارجية للوصول إلى حلول في هذه الأزمات؟ بداية مساء الخير على حضرتك وعلى السادة. مساء النور يا فندم. حقيقة يعني الاتحاد الأوروبي بيتعرض إلى يعني يمكن نقول أزمات اقتصادية عدة، آخرهم نتيجة للأزمة الأوكرانية الروسية، وده نتج عنه ضغوط في الأسواق اللي موجودة في أوروبا بالتحديد على مستويات الطاقة. زي ما احنا عارفين إنه في حدود 40% من الطاقة الأوروبية بتيجي من روسيا، وبالتالي مثلت نوعا ما من الضغوط المرتفعة في الأسعار، ده أثر على مستويات المعيشة بشكل كبير، ضغط على ماكينات الإنتاج أو آلة الإنتاج كلها في أوروبا والمصانع الأوروبية، ده دعاها إلى إنه الحكومات الأوروبية تجتمع على انه لابد من تنوع مصادر الطاقه، وبالتالي كان مهم جدا يكون في مساعي اوروبيه نحو غاز المتوسط، ومش بس الغاز، لا، يكون في بدائل كمان مستدامه ومستمره حتى ان كان في ازمات بعد كده متوقعه في العالم. وبالتالي كان بفضل طبعا انه مصر تحولت الى مركز اقليم للطاقه، مش بس الغاز، ولكن احنا بنتكلم على الطاقه النظيفه، الكهرباء والكهرباء المتولده من الطاقه الشمسيه او من المصادر المتجدده. اذا نقدر نقول انه الاتحاد الاوروبي بيحاول يشوف من الدول القويه اللي موجوده في محيطه، وفي المقدمه طبعا مصر،
يعتمد عليها بشكل ما انها تمده بشكل كبير من الطاقه اللي بيحتاجها، بالاضافه الى انه زي ما حضرتك تعلمي والعالم كله متابع ان العالم كله داخل على ازمه غذاء، وبالتالي تسعى الدول كافه الى يعني تامين مستلزماتها من امدادات الغذاء، وبالتالي بالاتحاد الاوروبي ومصر والمنطقه كلها بتسعى الى صياغه اطر تعاونيه تجنب الدول الوقوع في مشكله غذاء خلال الفتره المقبله. طيب الشراكه او التعاون بين الاتحاد الاوروبي ومصر نحو انتاج الهيدروجين الاخضر والاقتصاد الاخضر والتنميه الاقتصاديه في هذا المجال بشكل عام، كيف تنمو في ظل أزمة طاقة عالمية؟ نعم، خلينا نقول إنه في الأجل القصير الطاقة الأحفورية وبالتحديد الغاز هو الأنسب والأرخص. في الأجل القصير يعني الشهر الجاي الشهر اللي بعده، أجل سنة أو أقل من 3 سنوات. أما لو بنتكلم على أكثر من سنة فيما فوق، إحنا بنتكلم على بدائل مستدامة للطاقة، يمكن في مقدمتها الهيدروجين الاخضر ويعني الكهرباء المتولده من الطاقه الشمسيه او من الطاقه النوويه او من الرياح. وبالتالي لو جينا استطلعنا خريطه الطاقه في مصر هنلاقي ان مصر قطعت شوط كبير جدا في استخراج الطاقه او توليد الطاقه من الطاقه الشمسيه، الكهرباء من الطاقه الشمسيه، وبالتالي عمليات الربط اللي بتتم ما بين السوق المصري كطاقة كهربائية وما بين المنطقة العربية وما بين أوروبا، ده هيعزز من كفاءة أو قدرات الأجهزة الإنتاجية أو المصانع اللي موجودة في أوروبا، خصوصا أن أوروبا كلها بتسعى إلى تنويع المحفظة، محفظة الطاقة اللي عندها، ما تكونش معتمدة على منطقة معينة أو على دولة معينة. وبالتالي الاقتصاد المصري يمكن ممكن نقول خلال الفترة المقبلة بشكل كبير جدا قطاع الطاقة هيساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، خصوصا مع توقع وفود حجم استثمارات في هذا القطاع يعني ممكن تصل ل 24 مليار دولار خلال الفترة 5 سنوات اللي بدأت بالفعل من 2022. وأعتقد كمان خلال قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ هتشهد وفود عدد من الشركات الدولية والشركات العابرة للقارات، بحيث ان هي تجعل من مصر مقر ليها في منطقة الشرق الاوسط، بحيث ان هي تعزز من قدراتها الانتاجية، بحيث ان هي تستحوذ على الاسواق الخصبة بالنسبة لها او الاسواق الجرين او الاسواق المتعطشة جدا للطاقة النظيفة. وفي مقدمتها طبعا الاتحاد الاوروبي و منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل يعني. نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور فرج عبد الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وأعود إلى ضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة آية عبد العزيز. أستاذة آية، يعني مصر ظلت ثاني أكبر متلقي للاستثمارات الأوروبية المباشرة، كيف تتحول هذه الاستثمارات نحو الاستثمار في مجال الطاقة زي ما ذكر الدكتور فرج؟ من المفترض ان هو مصر والاتحاد الاوروبي بقى عندهم، يعني مصر عندها استراتيجيه للمناخ والاتحاد الاوروبي كمان عامل استراتيجيه متعلقه بالمناخ، الاثنين بيدفعوا ان هم يطوروا الاستراتيجيه ديت جزء منها او اهداف اساسيه ان هو الاستثمار في البنيه التحتيه. الاساس بتاع الاستثمار ده ان تكون البنيه التحتيه ديت تكون مصاحبه للبيئه، وفي نفس الوقت ان هو تكون قائمه على التكنولوجيا، ان هي تكون ذكيه، وفي نفس الوقت بتعمل على ان هي تخفض اي انبعاثات لاي كربون ممكن يحصل. الطرفين من المتوقع ان هم يبداوا يشتغلوا على الاستثمارات ديت، وده هتبدا تظهر مع كوب 27، وان هم هيبداوا يطلقوا مجموعه من الاستراتيجيات الجديده، لان النهارده مذكره التفاهم اللي تمت النهارده بتدعم ان هي هتبدا الاتحاد الاوروبي هيدعم الاستثمارات والبنيه التحتيه في اي دوله طرف ثالث، وان هو هيبدا يمدهم بمجموعه من التمويل. ده من المتوقع ان هو هيكون بقى بناء على الاولويات اللي هتتم في مجلس الشراكه اللي ما بينهم، وفي نفس الوقت ان هما الاثنين يعني
فكرة الأولويات دي هتكون أكتر، الشراكة دي خاصة بالتعاون في مجال الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة، وفي نفس الوقت ممكن كمان يكون في تعزيز البنية التحتية المتعلقة بعمليات الإسالة أو المحطات الإنتاج الخاصة بها أو مشاريع نقل الطاقة لأوروبا في الآونة القادمة. طب بالحديث عن تجهيز البنية التحتية الأساسية، ومصر قطعت شوطا كبيرا في تحديث بنيتها الأساسية، إلى أي مدى ساهم هذا التحديث وهذه الاستعدادات في إمكانية جلب استثمارات وتعاون وشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي؟ سعادة، فكرة ان احنا طبعا عندنا محطات اسالة في ادكو ودمياط، المحطات دي فعلا كانت متوقفة ما يقرب من 8 سنوات، بدأ العمل على اعادة تحديثها وتشغيلها، ده انعكس طبعا في زيادة الانتاج الخاص بالغاز والغاز الطبيعي والغاز المسال وعملية نقلهم الى الخارج، بيتم استهداف من خلالهم الخارج، ده بيتم اما عن طريق اسيا، يعني بيتم توريده لاسيا واوروبا، اوروبا بتستحوذ على ما يقرب من 15%. كمان ده ظهر اكتر ان مصر بعد ما اعلنت ان هي حققت اكتفاء ذاتي بنهايه 2018 بدات ان هي تشتغل على ازاي ان هي تزود الانتاج بتاعها ده، وهو ما تم فعلا في عام 2020-21 ان بلغت قيمه الصادرات بتاعتها في الوقت ده ما يقرب من 13 مليار دولار، وده طبعا بنسبه كبيره جدا، يعني ده زياده كبيره جدا عن عام 2020، ومن المتوقع ان هو يبقى في استمراريه، وخلال السنة يعني الحالية في أول 4 شهور بلغ قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال ما يقرب من 3.9 مليار دولار، فده طبعا ترجمة أساسية، أو إن هو يعني ده انعكاس للاهتمام بالبنية التحتية، وفي اعتقاد ان هيتم الاستمرار في تطويرها وتحديثها عشان يبدأ يزود الانتاج وكمان يعزز من قدرته على تداول الغاز خارج المنطقة ويتم ضخها لكافة دول اوروبا ما تكونش قاصرة على دول بعينها. طيب احنا بينضم لينا هاتفيا الدكتور محمد باغا، استاذ الادارة واقتصاديات التمويل بجامعة قناة السويس. دكتور محمد تحياتي لك. اولا، الاتحاد الأوروبي كان وما زال شريكا لمصر، وعلى وجه الخصوص في مجال إنتاج الطاقة النظيفة أو الطاقة المتجددة، زي مثلا مشاركتهم معنا في مشروع إنتاج الطاقة من طاقة الرياح على سبيل المثال، مشروع ضخم وعملاق، وفي كان اهتمام من دول أوروبا بشكل عام في المساهمة في هكذا مشروعات. الآن مع موضوع الطاقة اللي جاء أو ندرة الطاقة في ظل أو في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، كيف للاتحاد الأوروبي أن يزيد من هذا الاهتمام وبالتالي تزيد أيضا الاستثمارات الأوروبية في مصر؟ مساء الخير يا فندم على حضرتك والزميلة في الحوار. طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية عملت مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، لأنه دول الاتحاد الأوروبي كانت بتعتمد يعني اعتماد بالغ على مصادر الطاقة ومصادر الغذاء من الدولتين دول بالذات. فالنهاردة أوروبا بتعاني أشد المعاناة من نقص إمدادات الغاز الطبيعي، ده في المقام الأول، والمقام الثاني هو طبعا نقص أو تعرض سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغذاء والحبوب طبعا لمشكلة كبيرة جدا، وبالتالي لابد هو الاتحاد الأوروبي بيلجأ إلى توفير مصادر بديلة، وأعتقد أن المصدر البديل أن الفرصة سانحة أمام إفريقيا بشكل عام ومصر بشكل خاص. نعم. أن هي تنهض في عدة مجالات يحت الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة. ويمكن أن النهارده الخطاب من جانب السيدة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أو من جانب السيسي بيؤكد على هذا الأمر، انه بيلجا الاتحاد الاوروبي في الوقت الحالي لاستثمارات بواقع 2 مليار يورو تقريبا للانفاق على البنيه التحتيه الزراعيه وتطوير التكنولوجيا المستخدمه لان هم يوفروا هذا البديل من الغذاء، طبعا في ظل وجود ارض مثلا او في ظل وجود مقومات مناخيه تساعد على هذا الامر. رقم اثنين طبعا الاتفاقيه اللي اتعملت ل توصدير وإسالة الغاز سواء من إسرائيل عبر مصر ومنه إلى أوروبا، ده طبعا يعطي دفعة كبيرة جدا في هذا المجال في الفترة القادمة، والبديل جاهز إن هو يكون عندنا مصر من ناحية،
وايضا الاتحاد الاوروبي بينظر الى دوله اسرائيل برضو ان هي جاهزه ايضا في هذا الاطار. الحقيقه تعزيزات الجهود المشتركه في البنيه الاقتصاديه اعتقد الفتره القادمه هتكون متواجده بقوه، وهو ده اللي بنقول عليه دائما من الازمات تولد المنح. واعتقد انه امام مصر فرصه سانحه جدا ان هي تكون بديل فيما تمتلكه من موارد ولديها فائض فيه، في اتفاقيات للربط الكهربائي حصلت، في اتفاقيات لاساله الغاز زي ما الزميله الفاضله تفضلت وقالت عندنا محطتين، واحده في ادكو واحده في دمياط هيعملوا بقوه الفتره القادمه. في طبعا موضوع التنميه الزراعيه ودخول الاتحاد الاوروبي كشريك مستثمر في هذا الامر، اعتقد انه هيضيف كثيرا جدا في الفتره القادمه. ويمكن هو في النهارده يعني الاتحاد الاوروبي عمل بادره طيبه ان هو وفر حوالي 100 مليون يورو كدعم او مسانده لمصر في مواجهه الازمه الحاليه، لانه طبعا الاتحاد الاوروبي يهمه ان الدول الداعمه ليه او الدول المانحه ليه او الدول يعني مش عايز اقول المانحه، عايز اقول الدول اللي هي ممكن تحافظ له على سلسله الامداد والتوريد الخاصه بغذائه او خاصه ب يعني مصادر الطاقه بالنسبه له. يهمه جدا ان هي تواجه مشاكلها وتواجه الازمات حتى لا تتفاقم فيها هذه الازمات، وبالتالي مزيد من الضغوط على الاتحاد الاوروبي. يعني مش هيبقى زياده الطين بله زي ما بنقول، يعني جات من روسيا واوكرانيا، وبالتالي ايضا تجي من دول يعني تيجي كمان من دول اعتقد ان تكاليف الشحن وتكاليف النقل بالنسبه له تبقى رخيصه جدا. مصر تعتبر نقطه قريبه جدا من الاتحاد الاوروبي عبر البحر المتوسط وطبعا قناه السويس، فبالتالي امام فرصه يعني امام مصر فرصه رائعه جدا في الوقت الحالي ان احنا يا رب ننتهزها بشكل كبير. وقمه المناخ القادمه اعتقد ان هي هتعكس دور مهم جدا في صناعه مهمه جدا يا فندم بتظهر لنا في الافق، واعتقد ان مصر بدات فيها بقوه، وان شاء الله هيبقى لنا فيها مستقبل ظاهر جدا، وممكن نكون مركز لوجستي عالمي لهذا الامر وهو الهيدروجين الاخضر. نعم. وده مصدر بديل للطاقه النظيفه، والعالم كله هيكون حديثه في الفتره القادمه هو هذا الهيدروجين الاخضر، فبالتالي احنا لابد ان احنا نكيف نفسنا من الان. وبعد قمه المناخ سنرى ان العالم هيحصل فيه تحول كبير جدا في مصادر الغذاء بتاعته، تحول كبير جدا في مصادر الطاقه بتاعته، تحول كبير جدا في حتى الفكر الاقتصادي اللي الدول بتدير بيه نفسها. ونامل ان شاء الله الخير كله يكون لبلدنا الحبيبه ان شاء الله. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد باغا، أستاذ الإدارة واقتصاديات التمويل بجامعة قناة السويس. بشكر حضرتك أيضا شكرا جزيلا أستاذة آية عبد العزيز الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ودائما الشكر موصول لحضراتكم لمتابعة حلقات الاتجاه الشمالي. أما أنا ألتقي بكم الأسبوع القادم في ذات الموعد، إلى اللقاء.